اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن سيد معوض. ازي حضرتك؟ مساء الفل. مساء الفل. في الارات على الزمالك عشان الخضر ايه يبقى قاعد مزاجه عنب النهارده. يسمع اغاني جديده بقى. نورنا يا استاذ خضري. اهلا استاذ شبانه، ومنور كابتن سيد. ربنا يخليك. مفيش اشاده؟ لا عادي، لان احنا بس احنا لا احنا بنطالب بالحياد مش اكتر يعني. واحنا مش محايدين؟ لا شوف انت بقى. شوف انت الناس هي اللي تقول، اكيد انا مش هقول يعني. هو مع المكسب الراجل، مع المكسب. طب هيعمل ايه؟ ده شارك في الانتصارات اكتر من الاهلي يا راجل. ايوه طب ماشي، ما هو ماشي مع المكسب يا راجل. ده رجع كهربا ومش عارف ايه. خليك ساكت بقى يا استاذ شبانه، خش في الحلقه يا استاذ شبانه. كهربا وبطوله افريقيا. بطوله افريقيا أهم. وافريقيا كله يعني. بس احنا بندعم يعني، الواد احنا بندعم الزمالك في بطوله العربيه بجد وبقوه. احنا كنا بنتفرج على ماتش نهائي افريقيا مع بعض، ما كنتش مصدق اما لقيت شبانه بقى يعني. ده تشجيع يعني جنوني. ايوه لانه ده بقى. لا ويقول لي تعالى الاوضه الثانيه. اوضه مين؟ ده انا جيت اشيل انت وكابتن سيد. جيت اشيل كابتن سيد معوض، حسيت اني كبرت مش عارف قادر اشيله. قلت انا الواحد عجز ولا ايه؟ صحيح. بس الجون ايه؟ الجون جه بتاع محمد عبد المنعم. جه في مقتل. احنا وصلنا للسقف. مش كده؟ ده كان يوم حلو بصراحه. طبعا. والله. يعني يوم كان حلو، ولحظات الانتصارات دي ما تتنسيش بصراحه. اكيد طبعا. والزمالك ان شاء الله يحقق انتصارات في البطوله العربيه، لانه الزمالك محتاج للانتصارات. بيت طبعا انه ممثل مصر ونجاحه ونجاح للكره المصريه، بس الزمالك في المرحله دي محتاج للانتصار ده. اكيد اكيد طبعا. فامثل حاجه اكيد، ما يعني يعمل مشوار حلو حتى يعني. بس لا، هي الماتش الاولاني، ماتش اولاني ده هيدي الدفعه، هيدي القوه، هيدي للجمهور اللي هناك، للعيبه، للجهاز، لينا هنا، لكل حاجه يعني. ده اللي هيفصل في الزمالك. عايز تكمل البطوله او يبقى فيه ليك عندك امل، لازم تكسب ماتش اولاني. الماتش الاولاني ده يعني ما فيهوش كلام، يفتح نفس الناس بقى، والناس حتى تنسى المشاكل وتنسى الصفقات وتنسى كل حاجه. خليه ما يكسبش بقى، تلاقي كلها. بتجيلك اخبار من هناك الامور مستقره؟ انا سامع الكلام ايجابي هناك. لا يعني احسن حاجه ما تقول لك ماشيه، ما دام ما فيش مشكله خلاص، ما دام ما فيش مشاكل الدنيا ماشيه، الدنيا ماشيه. بس هو الخوف الراجل اللي يالف في التشكيل او الكلام ده. لا بس واضح ان الراجل كان مسيطر. لا الراجل شخصيته كويسه، الراجل والعمليه مش مستحمله يعني. لا يعني مش فكه منه يعني. لا 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 لا، القصه ماشيه كويس، هو الجهاز والكابتن عبد الواحد، الدنيا ماشيه كويس. يمكن هي اعتقد انه هيتعشوا النهارده بره كده، بعيد عن الملل، في حاله ملل يعني، يكسروا الملل او الكلام دوت. الجاليه المصريه هناك تحرك، بقول جاليه ودايما ما بقولش جماهير الزمالك، تحرك الحجر. يعني جميل. قصدك ان ممكن تلاقي جمهور طبعا أهلي. اكيد طبعا موجود أكيد. في المدرج أكيد. مع جمهور الزمالك اكيد. ده اكيد، ده امر منتهي يعني. فالجمهور هناك يعني بيشجع ليه مليون سبب يعني، هو تشجيعه للفرق المصريه، فهو اللي هيفرق مع الزمالك. زي ما قلت حضرتك، الماتش الاولاني ده هيفرق كتير قوي. كابتن سيد، انت لعبت في الدول العربيه كتير اكيد، طعم تاني. بتلعب في السعوديه او في الامارات او في قطر والاماكن اللي فيها جاليات مصريه كبيره يعني، بتحس ان انت بتلعب يعني ساعات كتيره جدا بيبقى الجمهور اكتر من في الملعب، اكتر من الملاعب في مصر يعني. في ماتشات انا فاكر اخر ماتش مثلا كنا موجودين فيه في السعوديه، في ماتش اعتزال كنا بنلعب في الرياض، الاستاد متقفل. الاستاد متقفل يعني. احنا اصلا كنت الاهلي بتلعبوا الاهلي كنا بنلعب الشباب السعودي يعني في 2017. الاستاد متقفل على الاخر. كنت في الجهاز الفني مع في الجهاز الفني. يعني دي وانا مدرب وانا لعيب. لا كل الماتشات اللي كنا بنروحها، اي ماتش ودي هناك كانك بتلعب في استاد القاهره. بتلعب في استاد القاهره. انت مثلا حتى لو بتلعب اقوى فرقه في السعوديه فجمهورك بيبقى اكتر. حافز ضخم طبعا. انت بتحس ان انت بتلعب في بيتك يعني. والناس دي برضو بامانه بيبقى تشجيعهم مختلف عن الناس جوه مصر. لان الناس دي بتبقى عندها تشجيع مع اشتياق مع رغبه يعني، مع حماس كبير. مجرد ان هم شايفينك وشايفين لعيبه الاهلي او لعيبه المنتخب حتى بيبقوا شايفين حاجه كبيره جدا، فبالنسبه لهم بيبقى يوم فرحه ويوم عيد. فانا بشوف يعني نقدر نقول ده هيبقى حافز كبير للزمالك. طبعا 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 يعني الجمهور المصري يعني. انا يعني اتكلمنا في نقطه نادي الزمالك الاسبوع اللي فات، يعني نادي الزمالك لازم يستغل النقطه دي، وجود الجمهور والنقطه اللي قال عليها استاذ احمد، ودي اهم نقطه هي اللي هتفرق مع نادي الزمالك، ان الراجل فعلا ما يالفش يعني. ما معنى اصح ما يعملش افكار
تبقى زياده عن اللعيبه او عن مستوى اللعيبه اللي موجودين معاه حاليا، يمشي على قد اللعيبه اللي موجودين معاه في القايمه دلوقتي. دي طبعا لقطات من تدريبات الزمالك هناك في السعوديه. يعني اقدر اقول ان ماتشات الزمالك مع الانديه السعوديه دي اللي هتبقى عدد الجمهور فيها كبير. طبعا اكيد طبعا. وبرضو يعني مع ماتشات الاتحاد والنصر والشباب. يبقى مقسوم الملعب. يبقى مقسوم. انا بقول زي ما قلت لك ان ماتش الزمالك والهلال في الرياض كانت حاجه فل الملعب. انت كنت في الماتش ده؟ في مفيش مكان. مفيش مكان والملعب مقسوم نصين. مقسوم يعني مقسوم جمهور نصين. السعودي وجمهور المصري. جمهور المصري بالتساوي تقريبا. ادي جمهور الهلال شعبيه كبيره جدا جدا طبعا. والزمالك كان هناك الجمهور، كان في جمهور الزمالك وجمهور طبعا من الاهلي، بتشيرت الاهلي كانوا قاعدين وبيشجعوا الزمالك عادي. فهناك الامر بيبقى مختلف، لكن الماتشات المصريه السعوديه دي هتلاقي الجمهور حاجه تانية خالص يعني. هتحس بيها. عموما ان شاء الله الامور تبقى ميسره للزمالك وبعيد عن التاليف، بس اهم دي اهم حاجه. اهم حاجه بعيد عن التاليف. طب الوقت في كلام عمال وحمدي علاء هيلعب ويوسف اوباما؟ انا معلومات انه مش هيلعبوا. يعني لسه برضه عشان مساله القيد. هيلعبوا ازاي؟ طب هو العوده من الاعاره دي ما بتحتاجش على فكره الاعاره. يعني انا فاكر الزمالك لما قيد وقف لو تتذكر. الزمالك قال لك يستثنى المعارين او اللي هو مرتبط بعقد وبتمده. لو تفتكر كان وقتها مثلا سيف الجزيري 6 شهور اعاره حصل الشراء، فالزمالك ايده. حصل. حصل. والمعارين لما رجعوا هي فيها تريك اعتقد حصلت قبل كده يعني. انا فاكر الكابتن وليد العطار يعني قال كده. هي عايزه برضه حد في الاتحاد عشان نبقى. لا قال لي كده وقتها. لا وحصل. قال ان المعارين وحصل حصل. يعني لو انت شاري صفقه. لا سيف الجزيري. الجزيري. وكان في لعيبه معاره رجعت. لا الجزيري. الجزيري في الوقت ده. الجزيري وحمد الله. انا المفروض ان هم مسافرين لي كده. فعشان كده بقول لك ان حمدي علاء ويوسف اوباما ايه المشكله فيهم؟ انا شايف لا ما انا والقيد اتفتح خلاص دلوقتي يعني خلاص يعني ممكن من الساعه 12 دلوقتي القيد الجديد اتفتح. اعتقد كده ممكن يلحقوا. اما نشوف. انا اعرف برضو المعلومه اكيد مش عارف. شغلنا في الاتحاد يا جماعه. دي عايز حد من الاتحاد يعني. هل كده حتى لو قيد واقف انا اللي انا عارفه قانونا انه في القيد لما يتوقف عن الصفقات الجديده، لكن لو عندك لاعب معاد يرجع عادي. القانون كده. يعني مش هقدر افتكر. انا عايز حد من الاتحاد برضه يعني يوضح حد ليه علاقه باللوائح لان دي برضه خلي بالك. انا فاكر لما قيد الزمالك حصلت. انا بقول لك حصلت. الجزيري وفي حد رجع. الجزيري ما حصل مشكله على الجزيري وقتها. لا ما كانش الجزيري. كان لا الجزيري كان معاد من المقاولين 6 شهور بنية الشراء. فبعد ال6 شهور الزمالك فعل بند الشراء فاعتبروا انه امتداد لعقده وحصل عليها موال كبير في الوقت واتقال كلام كتير فيها يعني. بس انا في الفيفا اللي انا فاكره انه اتقال انه اذا كنت بتمد حتى لو قد لعيب عقده انتهى بتمده بتضيف له سنه 2 3 ما فيش مشكله. او معار راجع. لان انا فاكر يا جماعه حد يخش بس افتكره خشوا كده وبيقول لي حتى تشيلسي القيد يا فندم نتكلم وليد العطار ونحسبها. بتكلموا الكابتن وليد العطار ولا حاجه يحسب لنا دي. لان هو دخل انا فاكر دخل معاه ودخل. بس برضه رجعوا برضه وقت الكابتن حسين لبيب من المعارين اللي رجعوا وتأيدوا وقتها. صحيح. بس هل بيخش بقى السيستم؟ لازم يخش السيستم يتأيد من جديد. اعتقد اظن كده لانه اعتقد يوسف اوباما هيبقى مهم. ان دي بتبقى قايمه موسم جديد يعني. يعني هم مقيدين من السنه اللي فاتت صح؟ يعني هم اعاره من السنه اللي فاتت. تمام. هو اوريدي عنده عقد مع نادي الزمالك. تمام. انت لما بتيجي تعمل قائمه جديده بتأيد القدام كلهم مثلا في بدايه القائمه، وبعد كده بتحط العقود الجديده للعيبه اللي انت متعاقد معاه. فانا يعني هي عايزه نقطه توضيحيه لان دي قائمه جديده مش قائمه. هو اتفتح ليه القيد النهارده؟ ما عشان تعمل قائمه جديده مخصوص عشان الزمالك. عشان تحط اسمائك. فانت هل متاح ليك بقى ان انت تحط الاسماء دي ضمن الاسماء اللي هي تبعك ولا بس لا؟ بس هي برضو محمد شبانه. مش محمد شبانه. شبانه رجع من الاعاره برضو. محمود شبانه. ما لعبش. هي لازم 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 لا محمود شبانه كان تعاقد مع كابتن حسين لبيب لو تفتكر هو وعمر كمال عبد الواحد. لكن اعاره لسموحه. لا وقت كابتن حسين لبيب يا فندم الازمه مشي. ايوه جه من اسوان وراح سموحه وبعدين رجع. افتكر معايا بس. مع الكابتن حسين لبيب. طب بدل ما تفتكر ما نحسمها. طيب هنحسمها. ما بيتصلوا. هو عمل صفقتين ثلاثه الزمالك وقت عمر كمال عبد الواحد لو تفتكر. ما عرفش يقيده. مع انه كان ممضيه. ومحمود شبانه ما عرفش يقيده مع انه كان ممضيه. اسوان اعتبر انه
يعني اسوان عمل موقف جدعانه، لكن عمر كمال عبد الواحد الزمالك ما عرفش يرجعه. صح فاكر؟ اه طبعا، مع انه كان ماضي عقد. بس الزمالك ما عرفش يرجعه لانه قال لك انه فيوتشر، قال لك انه ما تأيدش اصلا في الزمالك عشان اعتبره على ذمه الزمالك وقتها. صحيح. يعني